بالنسبه للجزئيه دي. خلينا نروح لوزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي من خلال صفحه يلا كوره على فيسبوك، واللي بيقول حضور الجماهير في قبل نهائي دوري ابطال افريقيا مرتبط باشتراطات الكاف. طبعا اشتراطات الكاف هتكون يعني من العناصر المهمه جدا في امكانيه حضور الجماهير لدور نصف النهائي، لكن برضو خلينا نقول لحضراتكم ان مفيش اي شيء متوقع، ما تقدرش تتكهن بحضور الجماهير او لا في دور نصف النهائي، لان لسه في عدد من الايام او لسه قدامك حوالي 3-4 أسابيع عشان الدور ده يتلعب. فبالتالي للاسف حالات الكورونا بتزيد، امبارح شفنا الحالات بتزيد في مصر، فبالتالي لسه مش عارف ايه اللي ممكن يحصل خلال الفتره اللي جايه، لكن ان شاء الله نتمنى الدنيا تبقى مستقره ويبقى في جمهور، هيفرق قوي سواء مع الاهلي او مع الزمالك، لان هيدي افضليه اكيد بالنسبه للفرقتين، ومن ثم ان شاء الله يوصلوا للدور النهائي ونتفرج او نشاهد تحديدا نهائي مصري خالص. طيب خلينا نروح لمحمد ابراهيم، وده من الوطن سبورت حسابهم على تويتر، واللي بيقولوا 3 نجوم ينتظرون اشاره حسام البدري. كابتن حسام البدري في الحقيقه مركز جدا مع عدد كبير جدا من اللاعبين، ابرزهم محمد ابراهيم لاعب نادي مصر المقصه، لاعب مميز جدا، صانع العاب رائع، بيبتدي يستعيد مستواه، من ضمن اللاعبين المركز عليهم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الاول، واكيد كابتن حسام البدري وجهازه المعاون مركزين في كل مباريات الدوري وكمان المباريات اللي بتخص محترفينا في الخارج عشان يقدروا يعملوا توليفه جيده خاصه بالمنتخب الوطني الاول في ظل التحديات اللي لسه شويه عليها، واحتمال كبير جدا ما يبقاش في تحديات سواء في تصفيات الامم الافريقيه او حتى تصفيات كاس العالم خلال الفتره اللي جايه، ده هيكون برضو طبقا للاوضاع والظروف في مختلف البلدان، لكن انت دايما لازم تكون بتشتغل ومركز على انك تختار العناصر اللي تكون انسب تحسبا لاي تحدي ممكن يكون قريب بالنسبه لمنتخب مصر. طيب دي كانت الأخبار المتواجدة معانا في الترند المحلي النهارده.